إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى. الدرس ديال اليوم حول الترجمة، أترجم إلى الإيطالية، تردوكو إن إيطاليانو. قبل الجواب وقف الفيديو وأجب. إذا تمعن كثيرا في الجملة قبل أن تتوصل إلى الجواب. إذا فلنبدأ على بركة الله. إخواني أخواتي، قبل الجواب تمعن جيدا في الجملة، تمعن جيدا في الجملة، شوف مزيان، فكر مزيان، أعطي راسك الوقت ثم أجب عن السؤال. الناس اللي ما قدروش يجاوبوا يشوف، حاول يجاوب، واخا غير هكذاك بلا كتابة، ثم من بعد غادي ندوزو التصحيح. إذا أنا لا أخرج لأن الجو بارد. أنا لا أخرج لأن الجو بارد، يعني أنا أخرج علاش؟ لأن الجو بارد. أوكي، إذا تمعن جيدا ثم ترجم إلى اللغة الإيطالية، ترجم إلى اللغة الإيطالية. الجواب هو non esco perché fa freddo. Non esco perché fa freddo. Non esco io, ana la akhruj. La akhruj. Non. La. Esco. Akhruj. إذن هنا عندنا الفيربو البريزنتي. Perché. لأنني. علاش. كين. ماذا. كين البرد. Fa freddo يعني كاين البرد، الجو بارد. No esco perché fa freddo. No esco perché fa freddo. عندما اتصلت بي لم أكن في المنزل. عندما اتصلت بي لم أكن في المنزل، يعني في الوقت فاش ضربتي لي أنت التليفون أنا ما كنتش في الدار. الوقت فاش ضربتي لي التليفون أنا ما كنتش في الدار، في المنزل. ألورا هنايا عندنا عندما، أتينتو، عندما. إذن حاولوا تكونسونتراو مع الجملة، تشوفوا مزيان مزيان. المهم انك خاصك تجاوب. الا عطيتي الجواب مفهوم يعني باين ان الجمله مفهومه، اللي ما كاين حتى مشكل، واخا درتي اغلاط في الاملاء في الكتابه ما كاين حتى مشكل. المهم الميساج يكون مفهوم، داكشي اللي كتبتي خصو يكون مفهوم. هذاك اللي غادي مثلا تجاوبه وتعطيه السؤال غادي يفهمك، كيهمش انك غلطتي في الاملاء. اذا فكروا جيدا. الجواب quando mi hai telefonato non sono stato a casa. Quando mi hai telefonato non sono stato a casa. Quando io indema. Quando indema. Mi hai telefonato. هنا اتصلتي بيا. هنا عندنا الفيربو تليفوناري. كنقول في البريزنتي او تليفونو مثلا سعيد. تليفونو سعيد. هنا كندور تليفون سعيد. هنا عندنا اي تليفوناتو، يعني انت ضربتي التليفون، ولكن هنايا في الماضي كنقول او تليفوناتو يعني دوزت التليفون، اتصلت بصديقي مثلا. او تليفوناتو هنا اي تليفوناتو يعني تو انت. Non sono stato a casa. هنا الفيربو essere في الباساتو. Non sono stato a casa. Casa يعني في المنزل، ما كنتش في الدار. Non sono stato a casa. Quando mi hai telefonato non sono stato a casa.
ماذا شربت عندما رأيتك في البار؟ ماذا شربت عندما رأيتك في البار؟ يعني أشنو شربتي اللي شفتك في البار؟ ماذا شربت عندما رأيتك في البار؟ لاحظوا مزيان، لاحظوا مزيان، إذا كانت الجملة في الباساتو خصكم تكتبوها في الباساتو، يعني في الماضي. كانت في البريزنتي كتبوها في البريزنتي. لاحظوا مزيان. إذا ماذا شربت عندما رأيتك في البار؟ فكروا جيدا، فكروا جيدا، ثم ترجموا إلى اللغة الإيطالية. إذا عندما أقول ماذا شربت، ماذا شربت، إذا هنايا ملي شربت يعني كنهضر معك في الماضي، أشنو شربتي؟ ملي كنقول لك ماذا تشرب، تشرب يعني دابا، شنو كتشرب دابا؟ إذا هنايا عندنا صيغة الماضي، إذا خصني حتى أنايا نجاوب في الماضي. إذا ماذا شربت عندما رأيتك في البار؟ Che cosa hai bevuto quando ti ho visto al bar? Che cosa hai bevuto quando tu ti ho visto al bar? Allora, che cosa, io meda, hai bevuto? Hai bevuto, sharibta, sharibta. Itenhenea, andna al madi, passato, prossimo. Hai bevuto. Quando, quando, io è indema. عندما يعني في الوقت، في الوقت مثلا اللي انا شفتك. كواندو تي او فيستو، تي او فيستو يعني شفتك، رايتك. البار هي المقهى. ساكون جاهزا بعد نصف ساعه، ساكون جاهزا بعد نصف ساعه، يعني انا غادي نكون موجود. بري بريك غادي يكون موجود من دابا نص ساعة، من دابا نص ساعة. شوفوا لاحظوا مزيان شنو ملي كنقول سأكون، سأكون، واش في الحاضر، واش في الماضي، واش في المستقبل. كي لاحظوا جيدا، لاحظوا جيدا، ثم أجيبوا عن السؤال. إذن سأكون، سأكون هو الدرس اللي درنا البارح حول فوتور سامبليش المستقبل. سأكون، غادي نكون، غادي نكون. إذن هنا كنديرو الفيربو أسري، أسري، سأكون غادي نكون. سارو، سارو، سارو برونتو، سارو برونتو هي بري موجود، بري هي موجود، برونتو سارو برونتو. لكم هاد برونتو كنقولو حتى ملي كيضرب لك شي واحد التليفون كتبغي تجاوب في الاول كتقولي برونتو، برونتو يعني راني بحال كنقول انا موجود، شكون اللي كيتكلم. اوكي، سارو برونتو يعني ساكون جاهزا. ان هنايا بعد بريبوزيسيوني، بعد ماذا؟ ميزورا، ميزورا، ميزو هي النصف، ميزو هي نصف، اورا هي ساعه، ميزورا. اذا حيدنا ديك او ديال ميزو لان الاصل ديال ميز هي ميزو، حيدنا او لان كاين عندنا دوي فوكالي، كاين او او، حيدنا الاولى باش تولي عندنا ميزورا، ميزورا يعني نصف ساعه، نصف ساعه. استيقظت لنفسي البارحه، استيقظت لنفسي البارحة، يعني بها يعني فقت راسي البارح. إذن هذه الجملة هذه غادي تترجمها اللغة الإيطالية. إذن هنا نتكلم في المتكلم مفرد، يعني بريما بيرسونا سينغولاري. إذن فكر مزيان، فكر مزيان. إذن استيقظت لنفسي البارحة، استيقظت لنفسي البارحة يعني البارحة أنا نط راسي من ودني تحت. مي سونو سفيلياتو دا سولو ييري، مي سونو سفيلياتو دا سولو ييري. هنا عندنا الفيربو سفيارسي، سفيارسي اللي هو فيربو ريفليسيفو،
وعندنا في الماضي يعني باساتو بروسيمو، كان غادي ندخل عليه فيربو اسري. الفيربو اسري هنا غادي يولي اوزيلياري، اوزيلياري يعني مساعد، لان فيربو سفيارسي هو اللي مصرف. واقول ميسونو سفيلياتو، ميسونو سفيلياتو يعني استيقظتو، استيقظتو في الماضي. دا سولو، دا سولو يعني لوحدي، دا سولو لوحدي. كواندو ييري، كواندو ييري يعني البارحة. الجملة اللي عندنا هنا، لبس ابني ثيابه لوحده، لبس ابني ثيابه لوحده. اذا ملي كنقول كما قلت لكم ديك القضيه ديال كنلبس لوحدي، كنوض وحدي، وكنغسل وحدي، هذيك دائما كيكونوا فيها افعال ريفليسيفي، فيرب ريفليسيف يعني فعال انعكاسيه، يعني كدير شي حاجه نفسك انت. هنا تتهضر المراه، كتهضر على الابن ديالها وكتقول لولدي كيلبس الثياب ديالو وحدي، بوحدي. لبس ابني ثيابه لوحده، لوحده. اذا كيف، كيف سنترجم هذه الجمله الى اللغه الايطاليه؟ خذ وقتك، خذ وقتك وبشوي عليك. اذا اول حاجه كنشوف الفعل، الفعل فاش مصرف، في اي، في الماضي، في المضارع، او في الفوتورو المستقبل. اذا هنا عندنا لابسة، لابسة، اذا عندنا الماضي، نتكلم في الماضي يعني الباساتو بروسيمو. اذا غنقول ميو فيليو سي اي فيستيتو، ميو فيليو سي اي فيستيتو. هنايا قلت لكم لا تيرسا بيرسونا كنديرو سي، سي. مثلا لوي سي فيستيتو، لاي سي فيستيتا في المؤنث. اذا ميو فيو سي فيستيتو يعني ولدي هو الميو فيو سي فيستيتو. لابسا كيفاش؟ دا سولو، دا سولو يعني لوحده، بوحده. اذا كانت في المؤنث غنقولو دا سولا، دا سولا يعني لوحدها. اذا ميو فيليو سي فيستيتو دا سولو. انهض وتعال بجانبي، انهض وتعال بجانبي. انهض راكم عرفتوها، انهض، انهض هذا فيربو ريفليسيفو، فعل انعكاسي. وتعال، وتعال شنو هو؟ يعني اجي بجانبي يعني حدايا. انهض وتعال، هنا عندنا جوج ديال الافعال، واحد ريفليسيفو وواحد نو. اذا غادي تشوفوا اي، في اي زمن مصرف وستترجمون الى اللغه الايطاليه. اذا حاولوا تفكروا مزيان، شويه عليكم. هنا الفعل انهض، انهض الايطاليه هو الفيربو الصارسي، الصارسي اللي هو فيربو ريفليسيفو، فعل انعكاسي ومصرف في المضارع، في المضارع يعني بريزنتي، البريزنتي الحاضر. انهض، اوكي، انهض كنقولو الساتي، الساتي، الساتي هي انهض. وتعالى، وتعالى فيربو فينيري، فينيري يعني اجي، فينيري. ونقول فياني، فياني الساتي اي، و فياني الساتي اي لان يا و فياني. دوفي يعني اين، اكانتو، اكانتو بجانب، اكانتو هي بجانب، كنقولو كذلك فيشينو، فيتشينو، ها فيتشينو هي حدايا او قريب مني. امي، امي اكانتو، امي يا اكانتو، امي كنجيب بجانبي، تقدر تقول ليها فيتشينو امي، فيتشينو امي. اريدك من كل قلبي، اريدك من كل قلبي. عندما تريد ان تقول شي واحد راني كنبغيك، زعما راه كنبغيك من القلب للقلب، اريدك، اريدك يعني انت،
من كل قلبي. هنا تشوفوا كيفاش ترجموها اللغة الإيطالية شوية عليكم. كما قلت لكم قبيلة، ماشي المهم أنك خصك تجيبها لاصقة صحيحة، وإما أنك خصك تغلط، لأن اللي كتغلط وتعاود تصحح كتستوعب شي حاجة جديدة. أوكي، ما تنقصش مثلا من راسك تقول أنا ما كنعرفش وأنا ما كنعرفش شنو. بنادم خصو يكون دائما عنده طموح، دائما عنده طموح. نغلط ونعاود نغلط ونعاود نغلط، ولكن واحد المرة غادي نجيبها صحيحة. اوكي، اذا فكروا جيدا ثم ترجموها الى اللغة الايطالية. اذا عندنا الفعل اريدو. اريدو ملي كنستعمل الفعل اريدو عرفنا انه هو فوليو. فوليو يعني اريدو، بغيت. ملي كتدخل عليها مثلا كا اريدوكا غادي تولي تزيد عليها ديك تي. تي فوليو، تي فوليو يعني اريدوكا، تي فوليو. اوكي، ألورا من هي كون. كون كل قلبي، كل قلبي، كل هي توتو. توتو يعني توتو ماذا؟ قلبي، الكواري. توتو الكواري، توتو الكواري يعني بها كل قلبي. إذن تي فوليو، تي فوليو أريدك. أوكي، تنقولو بزاف ديال المرات تنقولو تي فوليو باني. تي فوليو باني يعني أنا كنبغيك، انا كنبغيك قريبه انا كنحبك، ولكن ماشي بداك المفهوم. تي فوليو يعني بحال ما تقول عزيز عليا وهذا وهذا وهذا. لان ملي كتقول شي واحد كنبغيك تقول له تيامو، كنحبك، تيامو. اوكي، الورا تي فوليو كون توتو il cuore. تي فوليو كون توتو il cuore. كيف تقول باللغه الايطاليه أشعر أحيانا بالحزن بعيدا عن عائلتي؟ أشعر أحيانا بالحزن بعيدا عن عائلتي، يعني أنا كنحس باسمو بالحزن، بالقلق. قتاش؟ بعيدا، اللي كنكون بعيد، بعيد عن عائلتي. أنا الناس حنا اللي هنا في الخارج، خطرة مثلا كتفكر العائلة ديالك، الحباب، كاين الناس اللي مخلين الناس عزاز عليهم وداكشي، ألور كتشعر بماذا؟ بالحزن. ماذا سنقول باللغة الإيطالية؟ فكر جيدا. عندما أقول أشعر، أشعر بوحدي غادي نقول مي سينتو، مي سينتو. مثلا كنقول مي سينتو ستانكو، مي سينتو ستانكو، يعني كنحس براسي عيان. اشعر بالعياء هنايا، اشعر قدامها احيانا، احيانا يعني كنقول ليها افولتي، افولتي يعني بعض المرات، بعض المرات. احيانا هي افولتي يعني بعض المرات. بماذا اشعر بماذا؟ بالحزن، بالحزن يعني هنايا دايرين مي سينتو تريستي. تريستي هي حزين، حزين. كنقولو سونو تريستي، سونو تريستي، انا حزين. اللي كنهضر في دابا سونو تريستي، مي سينتو تريستي، اشعر، اشعر بماذا؟ بالحزن. الحزن لو بغينا نقلبو هاد تريستي، الكلمه ديال الحزن، تنقولوا ليها لا تريستيسا، لا تريستيسا. لكن سياق الكلام بالإيطالية كنقول مي سينتو تريستي، مي سينتو تريستي يعني أشعر بالحزن. بعيدا، بعيدا لونتانو، لونتانو هنايا في المذكر، المؤنث بعيدة، بعيدة. إذا ما غتكونش لونتانو، غتكون لونتانا، لونتانا، بعيدة، بعيدة. عماده دالا ميا فاميليا، دالا ميا فاميليا يعني بعيدة عن عائلتي، عن عائلتي، لا ميا فاميليا. إذا إخواني أخواتي، وصلنا محطة أخيرة في هذا الدرس، أتمنى تعمل فائدة. ما تنسوناش إخواني أخواتي في لايك، والناس اللي مازال ما اشتركوا في القناة، اشتركوا في القناة ويضغطوا على الجرس.
إذا كنشكركم كاملين، كنشكركم كاملين، ومرحبا بالناس الجدد اللي عندي في القناة، ونتشوفوا غدا إن شاء الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.